عرفتي ازاي بقى؟ انا عرفت، انا ما عنديش اي اعراض على فكره، وده اللي انا خضني. عرفت ان انا من مرات اخويا كانت فجاه واحنا قاعدين بنتعشى مع بعض، متجمعين كلنا انا وماما وجوزي وولادي واخويا ومراته، قاعدين بنتعشى مع بعض عادي، فجاه مرات اخويا قالت انا مش بشم. ايه هو ده بقى؟ مش بتشم يعني ايه مش بتشمي؟ فاهمه يا لميس؟ اللي هو اتخضينا، اللي هو ايه يعني ايه مش بتشمي؟ هو في بجد حاجه اسمها مش بتشمي؟ انت فاهمه ازاي؟ طب نجيب بصل ندقه شمي، مش شم حاجه، تاكل عادي بتاكل، تقول لي طعمه زي التفاح، يا نهار اسود. طبعا احنا مش اتخضينا، انا قمت وقفت، واول حد فكرت فيه ماما جوزي. جوزي كمان ساعتها كان عنده تعب في صدره قوي، بس برضو ما انت ما تعرفيش بقى الموضوع فيه ايه، يعني هو بيجيله ازمه على فكره كل سنه، هو عنده ازمه في صدره كل سنه، جيوب انفيه كمان يعني، فكل الناس تبقى معتمده على ان الجيوب الانفيه ده عادي يعني بالزبط. ممكن يبقى عادي يعني. فهو كان بيتعامل معاه على انه ياخد الدواء العلاج اللي بياخده كل شويه كل سنه او كل ما بتجيله جيوب الانفيه. انت عارفه ساعات بيحصل ريح الخمسين جيوب الانفيه بتتدمر ساعات عادي يعني. ففجاه لقيت روح اخويا، لقيت اخويا كمان بيقول انا مش بشم. فانا وطارق بصراحه جرينا يعني على طول نعمل تحاليل، لان انا بصراحه كل خوفي من الكورونا مش تعبها ولا كسران الجسم ولا صداع ولا تتتتت، انا كل خوفي منها التجلطات اللي بتيجي في الدم. طبعا لان شباب كتير جدا جدا توفاهم الله من غير ما يحسوا، لان التجلطات اللي في الدم بيبقى حامل الفيروس ومعلوش اي اعراض، والتجلط بيجي في الرئه او في القلب. ده اكتر حاجه يا جماعه انا اترعبت منها جدا يا لميس. جات الكورونا عدت عليكي يعني، عدت عليكي ازاي؟ عدت عليكي صعبه ولا عدت عليكي؟ ملوش كتالوج، ملوش كتالوج كمان. ده حقيقي. كل واحد على خريطه جسمه. يعني في يعني ناس بتعدي عليهم سهله، مش عايزه ابقى فتكه واقول لك، وناس بتعدي عليهم صعبه جدا. طبعا يا لميس. طيب طبعا انت انا جوزي تقريبا راح ثلاث مرات ورجع. يا ساتر. كان صعب عليه. ده حقيقي يعني. وانت عدت عليكي ازاي؟ لا كان صعب عليه قوي، لولا بس بركه عدت يعني عدت عليا. انا بصي يا لميس بصراحه كنت باخد من ساعه ما كنت بصور السنه اللي فاتت، اول ما جت الازمه الجائحه الاولى يعني، دكتور الصدر بتاعي قال لي خدي على طول، خدي مدى حياتك ده خلاص، فيتامين سي والزنك وفيتامين د، اقعدي في الشمس طول الوقت وانت في التصوير، مكان تهوية على طول، بروفيتون. البروفيتون ده اللي هو بيقولوا عليه يعني في مناعة سرسوب حليب الأم يعني. أنا بقول لكم في منتهى الأمانة أنا كنت باخد إيه. يمكن ده شوية اللي حماني يعني، خلاها مجرد تكسير عظم، سخونية درجة وترجع، صداع طول الوقت، لكن الحمد لله ما لطشتش صدري. لكن طارق طارق تعب حاجات كتير. طارق تعب ابني نور. طارق تعب قوي، ونور تعب قوي، ومحمد اخويا تعب قوي، ومراته تعبت قوي. فطارق فعلا اكتر حد زقته يعني.